راديو نيل. يا مساء العزة، يا مساء الكرامة، يا مساء التضحية والوطنية والرجولة والشهامة على كل المصريين وعلى كل أهل بلدنا المحروسة مصر، المحروسة من عند رب العالمين ومن بعده من خير أجناد الأرض، من قواتنا المسلحة المصرية، شرطتنا المصرية، وفي ظهرهم شعب قوي، شعب عنده وعي، شعب انتمائه الأول والأخير لتراب هذا الوطن. النهاردة 9 مارس يوم الشهيد، اليوم اللي احنا يعني بنرفع رأسنا لفوق وحاسين بأمان وبأمن، مكملين بعجلة التنمية عشان عندنا رجال الواحد فيهم في ميزان الرجولة يتحسب بمليون. ما فكروش مرة ان هم يعني يهربوا من المسؤولية او من المواجهة. عندنا رجال هم فعلا خيرة اجناد الارض، كل سنة واحنا فاكرينهم، كل سنة واحنا مش ناسينهم. وفي رسالة كلها اجلال وتقدير لكل ام شهيد، لكل اب شهيد رب ابنه على مفهوم الرجولة الصح، لكل زوجة شهيد، كل ابن شهيد، ارفع راسك فوق، ابوك بطل وفي اعلى مرتبة من مراتب الجنة. كل سنة واحنا بنحكي الحكاية، كل سنة واحنا بنحس بفخر وبعزة، كل سنة واحنا جينات المصريين المقصرين فينا كلنا جيل بيسلم جيل. 9 مارس 1969 هو ده كان اليوم اللي كان الشعلة من الوطنية واللي بسببه بنحتفل لحد دلوقتي بيوم الشهيد. طبعا وهو استشهاد الفريق عبد المنعم رياض على الضفة في حرب الاستنزاف، حرب شرسة وشديدة، يقف وسط رجاله على الضفة في أول صف ويستشهد بدانة من مدفع من مدافع الإسرائيلية الجبنة اللي كانوا على الناحية التانية من الضفة، عرفوا القائد اللي كان ملقب بالقائد الذهبي فيضربوه بدانة مدفع من الناحية التانية، يستشهد وسط رجاله، يستشهد وسط خير أجناد الأرض. ولكن عايز أقول لكم على حاجة، وهم دول المصريين، أخذنا بطار القائد الذهبي، خدنا بطاره، وهحكي لكم الحكاية، واللي خد بطاره خيرة رجالنا وخيرة الجيش المصري من القوات المسلحة المصرية، واللي خد بطاره عمل بطولات كتيرة جدا جدا واستشهد بعديها في حرب 73، وهكلمكم برضو عنه، هو أمير الشهداء وأسد الصاقة المصرية العميد إبراهيم الرفاعي. تعالوا بس نسمع أغنية مع بعض، إهداء لأم كل شهيد، يا أمي كلنا ولادك وكلنا فدا هذا الوطن، وتحيا مصر برجالها، وتحيا مصر بأمهاتها اللي طلعوا رجالة بجد، وتحيا مصر بالشعب المصري العظيم